اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ وحمد لله على السلامه. يعني انا عارف ان انت كنت تعبان، ظهرك وجعك شويه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يخليك. اخبارك ايه؟ وكله تمام؟ تمام ظهرك اخباره ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك استاذ عبد الحكيم؟ ما كانش تعبان وما قاليش ان انت تعبان، بس ماشي مش مهم، ما فيش مشكله. ازيك استاذ عبد الحكيم؟ الحمد لله كنت تمام. الحمد لله الحمد لله. استاذ محمود خليني ابدا مع حضرتك ونبدا بمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، كيف رايت هذه المشاركه؟ بامانه شديده انا شفت من الاول قرار الفيفا يعني اللائحه انها تدي الفرصه للنادي الاهلي انه يلعب في كاس العالم وفي المغرب وتتنقل من ابو ظبي للمغرب، انا شايفها يعني ده زي ما تقول كده نوع من جبر الخاطر. أوكي. على فريق عمل جهد كبير جدا في بطوله ويخسرها زي اي مباراه عادي جدا، خساره والمكسب ده امر وارد يعني. لكن حضور الاهلي في المحفل الدولي الكبير اللي هو يعني متعود عليه في على مدار 7 مشاركات ودي المشاركه الثامنه، وكان ممكن تبقى 9 و10، لكن هي دي الرياضه ودي الكوره، ودايما بتيجي الحاجات والبطولات دي بتعلمك. لانه برضه عاوز اقول يا جماعه انه انت المكاسب اللي بتحققها ما بتبصش على مكسب المادي بالدرجه الاولى بقدر بتبص على المكاسب الفنيه وبناء شخصيه الفريق. يعني صحيح. من المواقف زي دي انت عاوز تشوف برضه اللي معاك الكواليتي ده يقدر يتعامل ازاي. يعني انا عجبني قوي تصريحات كولر بعد مباراه فلامينجو لما قال لك لا لما عاوزين نروح في حته تانية يبقى في حاجات كتير ما ينفعش نعمل ايه الحاجات اللي بتحصل دي، المفروض نعدي المرحله يبقى عندنا ايه مزيد من التركيز. انت احتكيت بمدارس هتدفع فلوس عشان تلعب معاها، عشان نكون واقعيين مع بعض. صحيح. لما 4 مدارس مختلفه. لما تيجي تلعب مع ريال مدريد هتقول لي ان انا هحتاج العب معاهم مباراه، واحنا شفنا لما ريال مدريد جه في 2001 في 3 اغسطس نعمل احتفاليه للنادي الاهلي الشهيره، الاهلي كانت حكايه كبيره جدا. لما جه برشلونه في 2007 كانت حكايه كبيره جدا، وغيره من المواجهات اتلتيكو مدريد الكبيره. ويعني عاوز اقول لك ايه، انا شايف انه مشاركه رغم انه فيها ضغط وارهاق على موسم يعني مليء ومزدحم، وانت شايف النهارده راجع على طول يومين راحه وبعد كده طلع على السودان في مواجهه ديربي صعبه جدا. صعب جدا بعد خساره السودان. هنتكلم عن الامر. طبعا هيبقى ديربي صعب جدا بين الاهلي وبين الهلال. فاعتقد لا، فيها فوائد كتيره، فيها يعني استفاده، فيها سلبيات اكيد هتخلي النظره مستقبليا هتكون مختلفه للكواليتي اللي هتم تتفكر فيه. لازم يكون عندك رؤيه مستقبليه في البحث على عناصر، زي ما انت شفت الفارق بيبقى عامل ازاي ما بين لاعب وملاعب، ما بين شخصيه لاعب في المباراه، ما بين التصرف، ما بين القرار هو شخصيه اللاعب نفسه. صحيح. بدليل انك انت لما اكتسبت الفتره اللي الكره المصريه وصلت فيها للسيطره على امم افريقيا لثلاث دورات لم ياتي من فراغ، وسيطره الاهلي على دوري ابطال افريقيا على مدار 3 4 بطولات، وايضا مشاركته في كاس العالم للانديه دي خبرات، لعب مباريات مع انديه كبيره دي خبرات، دي زودت مع المنتخب بيلعب مباريات مع منتخبات كبيره، ادي عندك ايه؟ تقلت العناصر الموجوده عندك، وبقى اللعيبه الجامدين هم اللي فضلوا واللي ما استحملوش الحاجات دي تلاقيهم ايه تراجع وزود جانب غيرهم بقى ظهر. صحيح. فانا عاوز اقول لك انه ايه؟ قول زي ما انت عايز تقول في المشاركه، المشاركه فيها ايجابيات كبيره جدا وفيها سلبيات اكيد اتدونت ولازم تكون محط اهتمام طبعا ويعني ونظر ودراسه مستقبلا في اللي انت عايزه وانت رايح فين. أيوة. منين؟ يعني لما احط في البتاع هو اولا مش هنتكلم على القرعه، حطيتنا معاه مباراه في البدايه وبعدين مباراه ثانيه، لكن انت لعبت بصوره كويسه جدا. وعاوز اقول ارجعوا اتفرجوا على مباراه ريال مدريد مع النادي الاهلي بغض النظر على النتيجه مع كام. بلاش ريال مدريد يا استاذ محمود، بلاش تتفرج على في الاخر ريال مدريد يعني. لكن فلامينجو انت افضل في كل شيء واحسن في كل شيء يا استاذ عبد الحكيم. يعني انت وصلت، انا وجهه نظري معرفش برضو وجهه نظر حضراتكم ايه في هذا الامر من الناحيه الفنيه. يعني انا باستثناء ربع ساعه الاولى في مباراه فلامينجو ومن بعد الطرد ب5 دقائق، الفترة دي أحسن فترة للنادي الأهلي في كأس العالم، وجهة نظري في كأس العالم للأندية. بص أنا عاجبني يا كابتن إن فكرة حتى جماهير النادي الأهلي في التعامل مع مباراة فلامينجو ما بصش لجزئية التحكيم، ودي حتة مهمة جدا إن الجماهير بتبص على مستوى الفريق. يعني إحنا اتظلمنا. لا أنا بقولك ده ظلم، ده ظلم واضح. بين. لا ظلم بين. يعني أنا أسأل نفسي أسأل سؤال وبرضه حضراتكم من خلال اللوائح اللي أنتوا عارفينها واللي مصر العالم كله عارفها، هو ليه اطرد خالد عبد الفتاح؟ وليه ما اضطرتش المدافع قبل ما اتكلم قبل ما ارجع اتكلم على المدافع؟ لا وليه ما اضطرتش المدافع بتاع فلامينجو لما كان ادانا ضربه جزاء بتاعت علي؟ ايوه ما انا بسالك قبل ما اروح للمدافع، هو ليه خالد اتطرد؟
بس ده السؤال اللي ايه الرئيسي في هذا الامر، هو ليه خلينا فتح الطرف الحكم الجزائري مصطفى غربال كان غير موفق بالمره في المباراه. هو لا هو كان غير موفق في اداره المباراه، هو واضح جدا انه كان عنده، بس هو كحكم لا خلاف عليه تماما طبعا، لكن ممكن يكون في مباراه غير موفق وده وارد وبتحصل يعني حقيقة. بدليل انك حتى لما بيروح الفار كان بيقعد مثلا من دقيقه ونص لدقيقتين على كل مباراه، كانت غريبه لكن المشاركه كلها بشكل عام في البطوله مشاركه ممتازه بغض النظر عن خسارتين بتاع ريال مدريد وفلامينجو البرازيلي. انت اخذت انت تساوي كام؟ انا برضو مش عايز اروح الشق المالي، بس مشاركتك انك تبقى عندك هنا مثلا قناه الاهلي بتاخد ما هي قناه ريال مدريد، السوشيال ميديا النادي الاهلي والسوشيال ميديا ريال مدريد، انت بتتكلم العالم كله، العالم كله بيتكلم عليك، صحف الاسبانيه بلاش العالم كله، لا صحف صحف العالم كله، الصحف الانجليزيه الشهيره اللي كانت من قبلها باسبوع شغاله عليك طحن، اتغيرت بقى العنوان الرئيسي بتاعها والاغلفه الرئيسيه بتاعتها شغاله عليك طحن في اتجاهات اخرى يعني النادي الاهلي طبعا غيرت الصوره تماما 180 درجه. انت بتتكلم في ماتش الاهلي وريال مدريد، لو ما فيش عدد شاف الماتش مش اقل من مليار بني ادم، المليار اللي شافوا دول اللي شافوا ده لو اقل رقم شاف النادي الاهلي، شاف تيشيرت النادي الاهلي، شاف اعلانات النادي الاهلي، شاف الرعاه بتاعت النادي الاهلي، شاف لعيبه النادي الاهلي، شاف مدرب النادي الاهلي، مكاسب تانية كتير جدا انت خدتها. مش بتكلم على 2 مليون دولار، بتكلم على جزئيه مثلا حاجه بسيطه جدا، انت عندك لعيبه كانت جايه في الطريق، البطوله دي خلتهم جم بسرعه جدا، حسين الشحات، محمد هاني، في لعيبه حطت رجلها في التراك، وفي لعيبه تانية اكيد مليون في المية المدير الفني هيقعد معاهم وهيشتغل على تطوير ادائهم، وده كلام طبيعي جدا، ده طبيعي ان كل بطوله فيها اخطاء وفيها وفيها مميزات، لكن في لعيبه انت اكتسبتها، خالد عبد الفتاح تقدر تنكر الفتره اللي لعبها قدام انا نفسي اعرف بس هو اتطرد ليه؟ لما هو اتطرد ليه؟ احنا مش فاهمينها برضه، لا يعني انا قعدت ايه ادور على لائحه تقول لي ان خالد اولا انت تاخد ضربه الجزاء تطرده، غريبه جدا غريبه جدا انا مش فاهمينها، وبعدين لما هي فاول يعني تطرده والفوق بتطرده زي هو اصلا الكوره يعني هو رايح مواجه لحارس المواجهه يا استاذ محمود برضه حضرتك صحح لي المواجهه ده اللي هو يعني ده خلاص يعني العرضتين والقائم صح؟ اللي في وشهم اي حاجه براهم ده يبقى خارجي ده يبقى جانبي، هو كان جانبي ده جانبي بعيد ده جانبي ست سبع يارده، وانا اسالك سؤال بس هو الواد وقع بعد ما افترضنا انه في عرقله وقع ده كمل ده كمل وبعدين هو مس لان هم اساتذه في الحدوته دي طبعا. ما هو برضه ايه يعني عاوز اقول لك على حاجه برضه بعض الاحيان بعض اللعيبه تخليك تبص في الكوره ما خليتوهاش لعبه يعني بقيت مثلا تخدع الحكم عشان تاخد ضربه جزاء وحق مش حقك بتبقى انت بتفقد هنا ايه كثير من الروح الرياضيه. هتقول لي هي دي اللعبه؟ لا اقول لك لا مش دي اللعبه، مش طالب ان انا اعلو واعمله، لا لا كده يبقى مش رياضي، يبقى مش الهدف انك انت تتمتع الناس. عايز اقول انه ايه اللقطات اللي زي دي انا شفت، انا شفت على المستوى الشخصي حسيت انه يعني مشاعر خالد في اللقطه مش مصدق لا الناس كانت قبلها بتتكلم عامل ماتش هايل هايل مفاجاه ثقه بالنفس واداء ويعني بامانه شديده حاجه كويسه جدا، لكن ده اختبار برضو بالنسبه له طبعا، وحتى دخوله انه يعتذر للفريق وللجهاز الفني على اللي حصل ده كانت برضو خطوه يعني كويسه طبعا، ما هو ولمس الكوره مش مصدق ولا لمس رجل اللاعب ولا لمسه هو فين لو لمسه كان حسب مكان الدهب مش انا ما كلمتش خالد اساله الحقيقه، لكن لا 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 يا كابتن بامانه شديده بص كل الكلام ده هي دايما بتيجي البطل بتيجي شخصيته من ايه؟ من هو بيستطيع انه يتعامل مع هذه المواقف، الاخطاء يتعلم منها ازاي ويستفيد منها ازاي. الناس طبعا كان عندها طموح وحست في لحظه من اللحظات في مثلا في مباراه ريال مدريد نحن قريبين لغايه الدقيقه 65 يعني لحد الدقيقه 92 لحد الدقيقه 92 انا بقول لك على مثلا كره قفشه كده سبحان الله التوفيق وعدم التوفيق، واحده بتروح كده واحده ما بتروحش كده، واحده قفشه عمل لها كده في ماتش سياتل خبطت وجت في القائم خبطت في العارضه ودخلت حاجه دي. يعني عاوز اقول لك هي دي الكوره، هي دي الكوره وهي دي يا جماعه منطقه وهي دي حلاوتها ودي اصالتها وتدي وما تديكش، لكن ايه انت بقى بتيجي في لحظات بقى بتبقى محتاج انك انت تهتم بالتفاصيل الزع. دايما بنقول نتكلم على التفاصيل الصغيره دي، في لقطات وفي حاجات كده يعني ايه تجي لك ضربه جزاء تضيعها ويجي لك انفراد تضيعه ها ويحصل ضربه جزاء ضربه جزاء عليك وبعد كده هو ليه ما حدش بيتكلم في انت ضيعت ضربه جزاء انا نسيت اقول في وسط ده احنا ضيعنا ضربه جزاء بتاعت علي معلول كانت هتبقى نتيجه مختلفه. خمس فرص يا كابتن هي مش والله خمس فرص انا بقول لك من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي ماتش فلامينجو باستثناء عشان ما حدش يقول لك مش عارف ايه باستثناء الربع ساعه الاولى وال ما بعد الطرد بخمس ست دقائق ما بعد الطرد حسيت برضه الدنيا وقعت خالص، لكن قبل كده انا بشوف ان الفتره دي فتره رائعه للنادي الاهلي. بص يا كابتن للمره الخمسين ناس كتير جدا ما بتحبش تسمع الكلام ده، القيمه التسويقيه لريال مدريد
850 مليون دولار. اه يعني تخيل ممكن تعدي 250 ضعف النادي الاهلي القيمه التسويقيه للنادي الاهلي. اه بجانب ريال مدريد بينافس فين وبيلعب مع مين وبيئه شكلها ازاي وتحكيم شكله ازاي واوساط شكلها ازاي وانت بتنافس فين وبتشتغل فين والكلام ده كله. ومع ذلك كان عندك امل. طبعا انا بقول لك لحد ال 92 كانت 2-1 كان وارد كوره زي ما رسول محمود بيقول. بس خلاص المباراه انتهت 4-1 يعني. بس خلينا بس نتكلم حتى فلامينجو القيمه التسويقيه بتاعته تتخطى ال 160 مليون دولار. اه يعني انت بتتكلم برضه بصراحه انت فلامينجو كنت افضل في كل وجهه نظري ان انت كنت افضل في كل شيء طبعا. وبالمناسبه انا كنت برضه زي ما اتكلم مع خالد عبد الفتاح اتكلم على مروان عطيه لعب ماتش كويس جدا. ماتش كويس جدا من اهم مكاسب هذه البطوله مروان وخالد برضه كان مبالغه انه يلعب بست ست وجوه يغير ست وجوه في مباراه فلامينجو ايوه مباراه على يعني على ميداليه مثلا على ميداليه وبتلعب فريق كبير بتلعب فريق كبير برضه عنده برضه انا شايف انه مهما يكون على حجم حتى الاخطاء السلبيات بعض الحاجات لكن الاهم من المشهد احنا قريبين نخطو الخطوه دي يا كابتن اسلام قوي يعني احنا لو اشتغلنا بامانه شديده لو اشتغلنا صح وتركيز صح انت ممكن توصل تبقى خلاص يبقى انت على مشارف اوروبا يعني ايه ممكن تبقى تتساوى مع امريكا يعني الجنوبيه وغيرها في الليفل بتاعها تبقى ايه بس طول محمود الفيفا بتظلمنا طول ما الظلم ده شغال اه يعني انا دايما كنت بسمعها منك ومن كل اساتذتنا انه النادي الاهلي هو اقرب الانديه لتطبيق نظام الاحتراف الاوروبي في مصر في مصر وفي افريقيا وبالتالي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده احنا الحمد لله والشكر لله لو كانت الفوارق مثلا 60-70% النادي الاهلي حتى قلل الفوارق دي لغايه 30-40% مثلا طبعا طب ما انا بقول لك ايه ده جيد انا شايف انه المكسب الرئيسي في الحدوته دي انه اتمنى ان احنا ايه يبقى في تقييم للمشهد يعني تقييم للي حصل في الاربع انا شايف انه الوقت هيبقى ضغط وصعب جدا طبعاً. على فريق طبعاً. مش هياخد يعني مفيش التقاط انفاس لانه الجدول اللي محطوط بامانه جدول انتحار انتحار كامل يعني عاوز ايه هيبقى في جهد كبير جدا على لسه كنا حاطين على الفريق وعلى الجهاز الفني وعجبني قوي انه هيروح يلعب في السودان ويرجع على اسوان انا شايف انا ده افضل قرار تم الاعلان لا ما يرجعش على هنا على الرسمي لا يرجع على احنا عارفين من يعني بص مباراه خلاص كاس العالم خلاص راح بما فيه واعتقد اداره النادي واداره الكره بالذات هيبقى عندها تقييم رتوش عندها هي مش هي قيمت طبعا قيمت وعندها وشايفه الحدوته فين مباراه الهلال مباراه في غايه الصعوبه مباراه الهلال السوداني مباراه صعبه جدا في افتتاحيه بالنسبه للنادي الاهلي اكيد يعني ديربي مميز ديربي افريقي مميز من الديربيات المميزه جدا اللي بتحط فاعتقد اذا لم تمتلك ويعني عايز اقول لك شخصي يعني لازم تفرض شخصيه البطل في هذه المواجهه منذ البدايه وبهذه المباريات زي ما قال الكابتن حشيش قبل ما كان مع حضرتك قال ما عادش فيها فرصه ان انا لسه لا انت جاي لانك انت هتواجه منافس عنيد جدا هيلعب قدامك بشكل مغاير مختلف غير اللي لعب قدام صن داونز يعني رغم لا وبعدين خلي بالك هو في صن داونز ما كانش وحش لا 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 يعني ده ضيع لا انا اتفرجت على المباراه لا انا بكلمك اهو اللي عمله قدام صن داونز أدى مباراة على فترات ظهر فيها إنه لا الفريق هيبقى فأعتقد إن المباراة هتكون صعبة جدا لابد من عنصر المباغتة لابد من فرض الشخصية والسيطرة من الأول أيوه لابد من الهدوء حقيقي. لابد من استغلال كولر بص ده اللي بتكلم عليه صحيح. ربع الفرصة مش الفرصة وكولر يا أستاذ عبد الحكيم عنده المنطقة اللي الأستاذ محمود بيتكلم فيها اللي هو كيفية مباغتة الخصم يعني أنت كل مباراة ممكن تسال لو سالتك التشكيل ايه مش هتعرف تقول لي وحضرتك من المتابعين اللي موجودين دايما في النادي وكذا وكذا واستاذ محمود هكذا برضو لكن وعنده مصادره وعنده لكن مش هيقدر يقول لك تشكيل لانه ما فيش حاجه مضمونه وما تعرفش الراجل بيفكر ازاي فده جيد استاذ محمود قال جمله حلوه قوي قال لك ان في ماتش زي فلامينجو بتلعب على الانديه وانت عملت 6 تبديلات بس ده شيء يحسب لمين للجهاز الفني نفسه حقيقي. انك مجهز هناك البعض انتقد بالعكس لا 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 هناك لا. البعض ده انت مجهز كل لعيبتك انهم يكونوا على نفس المستوى عليك. انك تحط اي حد دلوقتي زي خالد عبد الفتاح زي مروان عطيه ينزل يكون موجود على نفس السيستم بتاع عمرو السوليه بتاع علي ديانج فده اللي مخليك انت او انا او اي حد مش عارف التشكيل او مش متخيل التشكيل ممكن لو قعدت مسكت ورقه وقلم يمكن في البطوله دي كنا بنحط 60% من التشكيل عشان حاجه واحده بس عشان القايمه 23 لاعب من ضمنها 3 حراس مرمى لكن دلوقتي انت مش هتعرف مين
انت مش هتقدر تحدد. رجع لك بقى برونو سافيو، رجع لك شادي حسين وكريستو، ورجع لك كمان وكريستو. احمد القندوسي هيدخل في الحسبه، شادي حسين هيدخل في الحسبه. تمام. احمد القندوسي ده 100% هيبقى له دور، لان لاعب يعني صفقه مهمه جدا الاهلي يقدر يجيبها. في لعيبه كتير جدا هتكون موجوده معاك، يمكن هيغيب عنك عنصرين او ثلاثه اللي رايحين منتخب شباب، لكن برضو اللعيبه دي هتبقى لها دور. ده جزء يحسب لكولر ان هو بيجهز كل اللعيبه بتبقى بنفس المستوى، بحيث لما تحتاج لاعب، لان احنا المشكله الكبرى ما كنت بتعتمد على 16 او 17 لاعب، فكنت لما تقع 2 3 عندك. يعني انا قريت في احد التقارير السودانيه يا استاذ محمود، وهم بيتكلموا من دلوقتي عن المباراه امبارح، قالوا انه رحله في مخ كولر، يعني انه كيف سيلعب كولر، الكل مختلف، الكل مش عارف يقول التشكيل باستثناء اقل من 60% كمان يا حكيم من على اللي انت قلته، يعني قال لك بنسبه 40-50% بس نقدر نحدد من اللي هيلعب، لكن الباقي مش هنقدر نحدده. فبالتالي ده يعود على انه اللي حضرتك عايزه يعمله، اللي هو مباغت كيفيه مباغته فريق الهلال في ظل ان هو مغلوب في اول مباراه، في ظل ان انت ما لعبتش اول مباراه. لسه انت ما لعبتش، وطبعا يعني خلاص احنا دلوقتي هنرجع اللعب في 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 في, في العصر بقى، في ثلاثة دور. اما يعني ده هتلعب العصر، واسوان هتلعب العصر، ده كويس على فكره، ده هتلعب ده العصر. تجربه لاسوان يعني مباراه اسوان على دلوقتي بقى الهلال. طبعا تجربه مباراه الهلال مباراه، لا طبعا اكيد طبعا الاخوه في السودان يعني، وما بيننا وما بين السودان كثير جدا مهما يحاول البعض، لكن يا جماعه عاوز اقول يعني الشعب السوداني يعني ناس طيبين، ناس مننا، واحنا كلنا واحد، ودي مباراه في الاول وفي الاخر، وما بين الاهلي وما بين الهلال كثير، والمريخ وغيره من الانديه، ستظل العلاقه مهما يحاول، مهما حصل. انا بقولها مهما يحدث في الاخر، دي مباراه كره قدم، مباراه عاديه، يكسب هنقول له شكرا مبروك، طبعا هنقول له عدلك يعني. لكن انا عاوز اقول انه مباراه مش سهله للنادي الاهلي، لا طبعا، لانه الاهلي هيجد روح مختلفه جدا بامانه شديده، وهيكون في شحن معنوي رغم ان المباراه بدون جمهور مقامه بسبب تعليمات الاتحاد الافريقي، لكن انا بقول لك انه لا، هتبقى محتاجه تركيز شديد جدا جدا. مع طبعا بعثه الاهلي هتطير قبل المباراه اكيد ب 48 ساعه، هيتمرنوا تمرين واحده هناك. تمرين واحده تقريبا اللي هي تمرينة الجمعة، تمرينة الجمعة الخميس. فاعتقد انه مباراة مش سهلة، لكن عاوز اقول برضو الروح المعنوية، الاعداد النفسي، الاعداد الفني، اكيد الجهاز الفني متكامل وكله مرتب، شاف نقاط القوة والضعف عاملة ازاي. لابد انك انت تعتمد على زي ما بنقول وبنكرر دايما، ازاي في هناك مباريات بعض الاحيان تكسب ولا تلعب، يعني ازاي تطلع منها بمكسب، لان فوزك او وكولر يعني من هذه المدرسه، فوزك في مباراه الهلال على فكره بيديك الاريحيه يعني قبل مواجهه صن داونز في القاهره، لان المباراه التاليه القاهره صن داونز في جنوب افريقيا، صن داونز في جنوب افريقيا فرصه، كانت طبعا مباراه صعبه جدا فريق الهلال، تم تطويره بشكل كبير جدا في عناصر من خلال انا شفتها في مباراه صن داونز، ده عنده عناصر، بس اعتقد هنلعب صن داونز المؤجل هنا في الاول. لا صن داونز الاول، بس هات لي الجدول مره ثانيه لو سمحت يا سمير. في السلام. نعم صن داونز في السلام، احنا هنلعب القطن، القطن في القطن، وبعد كده اول مارس اول مارس هنلعب صن داونز. لا 11 مارس، اي ما هو ده قبل الماتش العوده، ماتش العوده الماتش الثاني بتاع صن داونز 25 او 24 مارس تقريبا، يعني نلعبه هنا وعلى طول عوده. اي ما انت ماتش صن داونز الاول نتاجل، انت كانت المباراه الاولى صن داونز اتاجل، انت هتلعب. لا ماتش القطن اللي اتاجل اول ماتش، القطن اللي اتاجل. ايوه صح، سوري يبقى الغلط عندنا. السبت 11 مارس صن داونز والاهلي، في صن داونز. ايوه كده كده. لا الماتش الاولاني هنا عندنا في الاهلي 25 فبراير عندنا، ده خلص ده خلاص. لا لسه هنلعبه يعني، ده انا قصدي هيتلعب، لسه هيتلعب، لكن انا بتكلم ان انت السبت 11 مارس اخر مباراه في الزنقه هتلعبها، لان انا كنت لسه قايلها ازاي، ان انت هتلعب الهلال 18، اسوان 21، صن داونز 25، الداخليه 28، ثم القطن 4 مارس. خلي بالك 28 ده اخر الشهر. ايوه ما ده اخر يوم، انت في 3 ايام بس يوم. عشان الناس بس هم غلط 3 ايام 3 ايام بس عشان في 29 وبعدين تلعب 4 مع القطن، 7 مع المقاولين، ثم 11 مع صن داونز في جنوب افريقيا. وليه يلعبوا الساعه 3 صن داونز؟ هم بقى قرروا كده، تقدر تقول لهم. طب واللعيبه دي هترجع المنتخب ازاي؟ مش عارف. المنتخب في معسكر بعد، ما هو بعد 11 مارس على طول، من 12 مارس الاجنده الدوليه الماتشين. اتفضل يا اتفضل. بص يا جماعه المباراه طبعا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. الاهلي
يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وخاصة أنا شايف من أبرز الانتدابات اللي تمت كانت الانتدابات الحالية، كان ينقصها بس يعني أنها تكمل بمهاجم. لكن الانتدابات الحالية شفنا منها عنصرين ظهروا بمستوى جيد، وتحس انهم كانهم اتطبعوا على طابع الاهلي، خالد عبد الفتاح ومروان عطيه، والاثنين على فكره مش شبه بعض يعني. ايه بص لما تقرب كده تحس انهم شبه بعض. انت منتظر مين؟ احمد القندوسي هتشوفه، كريستو، وكريستو اكيد هو الراجل هيستخدمهم، لانه برضو ايه انت برضو انت بتفكر ما بتفكرش في الهلال بس، انت بتفكر في الهلال وعندك سنه كلها مستنيك ايه اللي قاعد منتظرك. فاعتقد انه الحسابات الفنيه والشغل مباراة الهلال ستكون من المباريات القوية جدا اللي هيبان فيها مكتسبات الاهلي من رحلة كأس العالم المعنوية فنيا، لعيب واقف على الارض. انت شايف فريق طبعا الهلال عاوز يبين برضه يثبت قدراته صحيح. انه فريق مش سهل برضه، الهلال فريق تاريخ وله سمعة كبيرة جدا في افريقيا وفي السودان، هو الزعيم. فاعتقد انه هتبقى مباراة ليها حسابات مختلفة. التوفيق وعدم التوفيق هنا يا كابتن اسلام، وحاله اللعيبه والتركيز وعدم حدوث اخطاء، كل ده هيبقى رهان بحاله المباراه. يعني حاله اللعيبه يوم المباراه ده من الحاجات المهمه جدا. يعني ممكن انت تشوف ايه الجهاز الفني بيأدي كل اللي عليه، وشفنا يمكن فلامينجو الناس زعلت قد ايه يعني من اللقطه اللي كانت نفسها تبقى ايه. اتمنى يعني ايه الناس برضو ما تنساش يا جماعه ان محمد شريف ده اللي هو من اسبوع 10 ايام فرح الناس وعمليه وكان مسجل هدفين لا هو يعني اعتذر، انا كنت لسه يعني هسالكم. لكن طبعا ما يصحش انك انت مهاجم في فريق بطل بحجم ده انه يحصل منك، لكن ماشي، لكن التعلم منها، الاستفاده، التركيز، عدم الاستسلام للي بيهاجمك او بيقول او يخليك تحبط. لا، الناس عندها ثقه فيك، مدير فني رغم كل المحاولات اداك الثقه. فاعتقد انه مباراه الهلال الاقل اخطاء والاكثر استفاده من الفرص ولا يفوز بالمباراه. طيب خلينا ننتقل لموضوع اخر يا استاذ عبد الحكيم، وهو موضوع اتحاد كره القدم. بعض القرارات المهمه اللي خدها اتحاد كره القدم النهارده اعتقد او من المفترض، انا ما بقتش الحقيقه يعني هستنى دايما النتائج، مش هستبق النتائج واقول الحاجه الوحيده اللي ممكن استبق فيها النتائج الاهلي، لكن اي حد تاني لا. ف خلينا ننتظر النتائج. من احد القرارات اللي خدها هو لجنه الرصد الاعلامي، ثم لجنه القيم والاخلاق وعوده لجنه القيم والاخلاق، ثم تطبيق الماده 24 في في لائحه اتحاد كره القدم. وبالتالي هل من الممكن ان ننتظر شيء مختلف خلال الفتره اللي جايه؟ ده احنا مش ننتظر، ده احنا يجب ان الكلام ده يتطبق، يجب ان اللجنه دي ما هو يجب، ده احنا بيقولناها 100,000 مره، ده لازم تتفعل عشان توقف. اذا كنت انت قبلها كان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لازم فيه قرارات ولازم يتاخد حاجات وبتاع وننظم طب خلاص اللجنه دي المفروض مكمله بقى للقرارات اللي خدها، للقرارات اللي احنا بقى لنا 10-15 ومع كده كمان جه الدكتوره شرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل اللجنه دي، بما يوحي ان الكلام كله ماشي في سكه ان دي اتجاهات كلنا فيها تنسيق بينا من بعض حقيقي. فبالتالي ان المفروض اللجنه دي تشتغل وتاخد صلاحيات، ولما تبعت لحد انا عندي مبدا في حاجه، انت لو خايف من حاجه مش هتروح، لكن انت لو بعتوا لك ما تروحش ليه؟ يعني لجنه الانضباط والقيم دي لو قالت مثلا عبد الحكيم ده مخطئ او عنده مشكله ما تروح، ايه الازمه؟ ما تروح وتقول اللي عندك، لكن انت كون انت خايف فمش هتروح. لكن هتبقى برضه هنرجع لنفس المشكله يا كابتن، هل اللجنه دي لها باي شكل باي تكوين ليها لها صلاحيات على رئيس نادي، على رئيس نادي بيدير 18 لعبه كره القدم فرع منهم؟ انا دي وجهه نظري ستظل دي المشكله اللي في الموضوع. لكن القرارات اللجنه دي اعتقد لها صلاحيات وخدت دعم كبير جدا من الاتحاد ثم من وزير الرياضه، وقبلها كان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. احنا نتمنى ان بيحصل فيه انضباط، اكتر ناس هتستفيد هو النادي الاهلي ومنظومته صحيح. من حاله انضباط المشهد بشكل عام، بس هل هيكون لها دور فعلا؟ هل هتنفذ قراراتها فعلا؟ هل الناس هتروح؟ ده اللي انا بساله لك، اروح لاستاذ محمود. هو بساله، ما هو بسالك، ما هو ده اللي انا بساله. ما انا بقول لك اتمنى على فكره ما هو احنا استضمنها مننا، خلي بالك انت شاشه يعني احنا بنتشارك في وجودنا في قناه النادي الاهلي دائما خلال الفتره اللي فاتت. احنا الحمد لله يعني ولا فاحنا بالنسبه لنا ان انا قلت حتى يا جماعه طبقوا وطبقوا على قناه الاهلي الاول. طب ما انا بقول كده، بقول لك يعني انا اهو بقول اهو طبعا. صح؟ طبعا. فانا عايز اسمع، هل القرارات دي ما هي الا مجرد قرارات على ورق،
ولا ننتظر يا استاذ محمود ان يتم تنفيذ هذه القرارات زي ما استاذ عبد الحكيم قال؟ ننتظر. بس هي الاسماء طبعا مع كامل احترامي يعني للشخصيات دي قامات قضائيه كبيره جدا واسماء كبيره جدا ولها تاريخ كبير جدا في المساله. وانا بشكر المستشار محمد عبد الصالح يعني رجل محترم جدا والمجموعه معاه استشار محمود عبدين. الناس دي ادت دور واحترمت نفسها في القرار ان هي فضلت الاعتذار وعدم اكمال المهمه من اللي شفناه وسمعناه يعني صحيح بامانه شديد. لكن الامر انك تجيب برضو قامات قضائيه كبيره جدا فيها اسماء يا جماعه كانت بتجلس على المنصه لها تاريخ كبير جدا يعني من الناس اللي متعرفش كل قضاه مصر على دماغنا من فوق الحقيقه واحده يا جدع. مشكلتنا احنا عندنا القوانين ولا ما عندناش القوانين؟ عندنا قوانين موجوده مصر الفيصل في تطبيق القانون. اوكي إذا لم يكن هناك آلية، بمعنى لما اتعمل قانون الرياضة الجديد اتحط فيه مجموعة من حتى يعني قانون مادة 83 84 85 86 من قانون العقوبات بمعاقبة مين؟ الجماهير. لو الجماهير ثبت في الملعب تعاقبها ازاي؟ لما توجهت بالسؤال لمسؤول بارز عن مين اللي هيطبق؟ قال لك اتحاد الكورة. لما سألنا في اتحاد الكورة مين اللي هيطبق؟ قال لك وإيه؟ وزارة الرياضة. لما رجعنا لقينا العملية راح قال لك اللجنة الأولمبية. لما تجد ما فيش الآلية اللي تطبق العملية دي هنا يبقى أنت إيه؟ أجهدت نفسك في وضع حاجات ما لهاش إيه؟ ما لهاش قيمة. لابد. وعاوز أقول للناس اللي سبقتنا يا جماعة ما سبقوناش من فراغ. سبقونا لأنهم احترموا القانون والقانون طبق على زبط. الكبير قبل الصغير. بالظبط. وأذكر واقعة في 2001 وكان الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز. وكنا في جنوب افريقيا المباراه الاولى انتهت بالتعادل 1-1. اوكي. واحنا رايحين المباراه كمجموعه من الاعلاميين فوجئنا بصور موجوده على بوابات النادي. حضرتك دايما بتقول هذه صح. انا بقول لك صور فسالنا يعني مين دول؟ مين دول؟ قال لك دي ناس جماهير متعاقبه ومحطوط عليها عقوبات ممنوع تدخل وكذا. احنا رحنا قبل المباراه الساعه كام؟ قبل المباراه بتنطلق بنص ساعه. قبل المباراه بتنطلق بنص ساعه. دخلنا الملعب لما كنا موجوده مقابل بص اول ما دخلنا اتحط لنا بادجي بس كده ده بيسهل لك عمليه الدخول كاعلامي تتنقل فين وتروح مين ما حدش بيسالك انت رايح وانت جاي طول ما انت عارف لا لا في احترام لدورك وتقدير وقاعد في مكان وكابينه يعني عاوز اقول لك لما توصل انت المرحله دي. وعلى فكره يعني كره القدم لم تكن اللعبه الاساسيه في جنوب افريقيا حقيقي وقتها وقتها يعني ما وصلش بالمرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي عندها انديه ذات سمعه كبيره جدا في المجال وبعد فوزها بكاس الامم 96 الوضع اختلف بالنسبه لها. فاللي انا عايز اقوله لك ايه تنظيمها اتمنى كمان اللي فاجئني في القرار انه اتحاد الكره عير لجنه رصد اعلامي يعني لجنه برصد اعلامي. انا فاجئتك بايجابي ولا سلبي؟ لا فاجئتني انه ده مش دوره. حلو وغير انك مش دورك مش دورك انك انت تعمل رصد. تعمل رصد ليه؟ انت عندك لا رصد عشان يعرض على اللجنه. ما ثواني يا فندم على مش على لجنه الرصد على يعني على لجنه القيم والاخلاق. طب هو مين من اللعيبه والاجهزه الفنيه بتطلع في الاعلام كم مره بيطلعوا في السنه؟ مين يا فندم بيطلع بيقول بس هو هيجي عاقبنا؟ لا هو قصده على حد معين. لا ما هو اللي يقع ضمن منظومته. لكن انت كابتن اسلام تتبع منظومه اتحاد الكوره؟ انا؟ لا لا طبعا. طيب هيعاقبك ازاي؟ مش عارف. ما هو ده سؤال مهم. بس احنا بنتكلم حاجة بتقول لي بس بنتظر. يمكن هيبعت للمجلس الاعلى للتنظيم الاعلامي. يا فندم في حاجه انت كمدير كوره صدر بعد الماتش تهاجمت حكم. ماشي. بره انت عارف الكلام ده اللوائح دي مثلا وخدنا يعني من اللي احنا بنسمعه وبنقراه وبنشوف في الدوريات الاوروبيه ما تقدرش يعني هيبقى عندك يعني ايه عقاب شديد جدا او انت كمدرب او انت كلاعب. لا لا ما تقدرش يعني المساله يعني انت عمال تلف وتدور في ايه؟ يعني انت عمال تلففنا وراك ليه؟ بس ما تاخد قرار بس هل ده ما نعتبروش بدايه جيده؟ ممتازه طبعا. بس لو فعلا القرار بعد القرار شكله جميل. القرار شكله جميل بس القرار شكله جميل شكله جميل. اتمنى يبقى فيه ايه؟ احنا بقى نعمل ايه؟ ننتظر احنا في ظهرك ننتظر احنا في ظهره طبعا. لا وفي ظهرك في ماده في قانون الرياضه بتقول لك اي حد عليه حكم مقيد للحريات يتشال من منصبه. ما القرارات كتيره والقوانين كتيره يا كابتن. قوانين كتيره ماشي لكن في الاخر ما هو انا هقول لك ايه. ما هو بعد اللي احنا كنا بنشوفه خلال الشهرين ثلاثه اربعه او السنتين ثلاثه اربعه الاخيره. فانت دلوقتي لما ما تلاقي حاجه زي الغرقان وبيمسك في قشه يعني انا هقول لك ايه بس مش يعني مختلفين على فكره وكلامنا ده مش إيه يعني كلامنا مش معناه اختلاف. انا بقول لك ان القرارات والقوانين كده المهم على قد ما نقدر. تخلي بالك دايما لان انت شاشه محترمه وشاشه
تقدر كل يعني انا لسه كنت بقول في بدايه كلامي انه شاشه قناه الاهلي تقدر تقعد مراتك، تقعد بنتك، تقعد زوجتك، تقعد ما هي بنتك هي مراتك هي زوجتك، لكن يعني اقصد ان تقعد عيلتك كلها تتفرج على الشاشه. لازم تتابع حاجه يا كابتن اسلام. نعم؟ لازم تاخد بالك من حاجه. اتفضل. ولازم الناس تبقى مركزه. لو تم عرض شيء من القديم، من الاحداث القديمه، يعني هل هنفاجئ بقرار من اللجنه الحاليه ان مثلا في موضوع الكهرباء تبقى في عقوبه ويتم اغفال ما حدث في الجانب الاخر؟ هتبقى مشكله، تبقى مشكله كبيره جدا، انك انت ممكن تفاجئ دلوقتي يقول لك اتفضل اعمل لي بقى خد لي قرار. طيب هل وضعت اللائحه؟ لا ما هنقعد نقول هل ما لا لا ما انا بكلمك اهو، ما انا بكلمك. انت قلت ايه؟ انت قلت انه لجنه الاخلاق او لجنه القيم والاخلاق تتعمل لها لائحه وتتعرض على الجمعيه العموميه عشان تاخد اعتماد بالبنود. يا جماعه انتم مستنيين ده كله عشان لسه عشان تفكروا تعملوا الكلام ده؟ يعني احنا بنعمل كل المنظومه دي كلها وكل حجم الانفاق والصناعه دي ومفيش قوانين مثبته للحفاظ على الاخلاق واحترامها؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ نفسنا نطبق، يعني ايه؟ نطبق حاجه ونعملها صح. عندنا كل الاليات والدوله كل اللي عاملاها ده ملاعب وتطوير وشغل وروح وجاي وعمل حاجه كبيره جدا، وعندنا طموحات ننظم ومش عارفين نحكم مسابقه فيها صناعه بملايين ومليارات وممكن تتضاعف لاكثر من كده، ان احنا نضبطها ونعمل نحافظ عليها ونطورها اللي احنا بنشوفه فيها. في الدوري السعودي الحقيقه خير مثلا. بص كل اللي حواليك، شوف انت، شوف الكره المغربيه عامله ازاي. الكره المغربيه صحيح. بص انت شوف الجزائر، شوف تونس، شوف رغم كل الظروف كلنا عمالك يا محمود نلف حوالين، عارفين نلف حوالين، كلنا عارفين المشكله فين، عارفين المشكله فين واضحه، وكلنا عمالك نلف حواليها كلنا. احنا مش احنا كاشخاص لجنه القيم والانضباط وبندعم انا لا قصدي ان احنا يعني طالما لقينا عشه بس هنمسك في قرار فيها. بس كلنا قصدنا لما نشوف كلنا هل من لو استاذ محمود اهو لو استاذ محمود صبري اخطا نديله قرار لو سمحت. ماشي انا موافق. لو اسلام الشاطر اخطا لو سمحت اديه قرار عشان يعني تصدق انا ساعات بفكر اقول ايه بس يعني الواحد ممكن يعني الواحد بيطلع عايز يقول ايه. الحقيقة واضحة كوضوح الشمس. ولكن حد بيهرب من الشمس؟ لا كله بيعمل عينيه كده. صح ولا مش صح؟ طيب. لكن الحقيقة واضحة بأمانة شديدة. لا احنا في أشد الحاجة إنه بلدنا ورياضتنا وحاجتنا وأخلاقنا، المفروض أخلاقنا دي لا تمس، لأنه يا جماعة أنتوا ما تعرفوش المردود اللي بره عامل فيه، الناس بتتفرج علينا. احنا لا احنا اكبر من كده، احنا يعني مصر دوله عظيمه ودوله كبيره وبتحتاج بامانه شديده الى تدخل الى ايقاف ما يحدث الان، لانه بامانه شديده انت يعني ايه بتزيد الامور اشتعالا على ايه؟ ده على يعني منافسات رياضيه. يعني المفروض اللعيبه مع بعض بيبقوا اخوات، ايه دخل الدنيا اللي مولعه بره على ايه؟ وتشكيك وفي فلان وعلى كله واتهامات والجول الفلاني ساب لفلان ايه الكلام ده؟ ما اشوفش الكلام ده بره. يعني عاوز اقول لك على حاجه، سعر وشعوذه لما تطلع انت إيه مثلا يعني واقع مثلا واقعت احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لما يتقال عليه انه ساب ثلاث ماتشات، المفروض انا توقعت انه لعبه يقدم شكوى لاتحاد الكوره ويحاسب الناس اللي اتهمته. ما انت خلاص اتهمتني بالاختلاء يا كابتن، دي واقع تزوير واتهام بخيانه الامانه، دي قرار كلام شخص. لما حد يقول لك ايه انت طلعت وعملت كذا كذا، كنت رايح للجول ورحت شفتها في النهايه كده، انا اتهمتك انك انت خاين الامانه. فاعتقد الحاجات والتصرفات دي اذا لم تقابل من بدايتها في مهدها كده ان يبقى في قرار، انت خلاص بتترك الجو، كل واحد يطلع يقول الهاد وانت شايف المشهد عامل ايه. صحيح. هو قرار واحد يتاخد، مش محتاجين لجان ولا احزاب. هو قرار واحد، لا محتاجين لجنه اخلاق ولا لجنه انضباط ولا قانون الرياضه، والله الامور هتمشي زي الفل. وانا بقول لك اهو، والله ما هتلاقي مشكله في الوسط الرياضي والله. صحيح. لا هتحتاج لجنه انضباط ولا هتحتاج اي لجان ولا هتحتاج اي حاجه. وارجع يا كابتن للتسعينات وبتاع، انا يمكن ما لحقتش استاذ محمود ممكن يحكي، كان في الكلام ده ولا استاذ محمود لحق؟ لا لا موجود. لا 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 التسعينات ولا فاتت كان استاذ محمود والله ما شفنا الكلام ده. لا انا بهزر. لا طبعا لا الناس كانت لا كان لا لا كنا الناس حتى على المستوى انا كنت بشوف استاذ محمود يعني ده يعني بالنسبه لنا حاجه وما زال يعني وسيظل، لكن اقصد انه يعني انه الناس دي كانت الرموز دي بالنسبه لنا ستظل رموز صحفيه، رموز كل الاسماء الكبيره جدا. دلوقتي بتشوف حاجات وسهل جدا الاهانه، وسهل جدا التشكيك، وسهل جدا كل ده سببها حاجه واحده بس واضحه وضوح الشمس للكل للكل. لا انت محتاج لجان ولا انت محتاج قانون. بص والله العظيم الحياه تبقى بسيطه وسهله على فكره، زي الدورات اللي احنا بنضرب بها المثل، السعودي والاماراتي والجزائري، كل هنبقى افضل من كده لو قرر واحد بس اتاخد قرر واحد. طيب اخيرا قبل ما نقفل هذه الحلقه استاذ محمود، منتخب الشباب و بطولة الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي المصرية،
هل يستطيع منتخبنا الوصول الى كاس العالم؟ منتخب مظلوم يا كابتن، يعني الاجواء اللي انت شايفها الاجواء انت مش شاعر، مش متفاعل لسه مع يعني حتى المفروض الان، لا يعني حتى الان يعني حتى ايه المفروض حتى الان ايه ده خلاص. ما انا بكلمك يعني عاوز اقول لك على حاجه، كان المفروض يبقى في ترتيب مثلا لحضور المباريات للجمهور، الاولاد عاوزين الناس تحس مش عارفين اللعيبه اعمل بقى الم... فين بقى فين المدارس؟ الطلبه في المدارس، لو خدنا من تجربه الشقيقه الجزائر في دوره المتوسط وازاي فتحتها للاسر وطلاب المدارس محلية. وعملت جو. انا عاوز اقول لك ايه يا جماعه، والله في حاجات بسيطه نقدر نعملها، واحنا اللي مش عاوز اقول احنا اللي علمنا الناس، لا ما ينفعش، احنا دول اولادنا محتاجين دعم. بطوله مهمه جدا، كويس ان احنا رجعنا على صعيد المنتخبات. ده انا عندي حاجات في تخص منتخب الشباب ده قد كده والله العظيم يا استاذ محمود، وبمستندات وحاجات كده، ولكن انا وقفنا ومش هنتكلم في هذا الامر غير ما بعد ان شاء الله هذه البطوله. كل الدعم للمنتخب المصري، نتمنى ان شاء الله انه البطوله يعني تكون في حوزتنا ان شاء الله. طبعا عاوز اقول يا جماعه، من خلال مباريات منتخب الشباب هتشوفوا القماشه قدامك عامله ازاي، هتشوف الوضع سنين المستقبل يعني في عندنا ولا ما عندناش في مواهب جايه ولا ما فيش. البحث عن موهبه دلوقتي لما يبقى منتخب مصر او الكره في مصر ما عندكش 2 3 4 مهاجمين، يعني تقول عليهم كل انت بتدور من بره، وحتى من بره مش عارف تجيب لانه شايفه شبه اللي عندك. صحيح. فبقى عندك في ايه، في عندك مشكله، ولو لقيت حاجه وحبيت تدخل فيها هتلقى 2 3 نطولك، عشان ايه؟ اهم حاجه بوظوها عليك، ما يوصلكش للهدف اللي انت عايزه. كل الدعم لمنتخب الشباب، اتمنى التوفيق كابتن محمود جابر، كابتن كرم مرسي، كابتن ايهاب جلال، كل المجموعه بامانه شديده، كل المجموعه اتمنى اللعيبه يكونوا حاضرين مركزين، انه عندهم هدف، انه يكون عندهم تفكيرهم يكون اكبر من مجرد كمان فوز ببطوله بس، تفكيرهم بره انه يطلعوا بره ونشوفهم نشوفهم، واكيد البطوله دي هتتابع. اتمنى ان شاء الله يكون منتخب مصر على منصه الترتيب استاذ عبد الحكيم ان شاء الله. انا عندي تحفظ بس على الاسماء، على اختيارات مثلا في بعض الاسماء ما كانت المفروض تكون موجوده، لكن طبعا بطبيعه الحال احنا يعني مثلا انا شايف ان لاعب زي محمد حمدي ميسي لاعب النادي الاهلي اللي تم اعارته لاسوان ده، يعني انت كنت بتحط تمام لمعيار، بتقول ان انا محتاج اللاعب اللي بيلعب في النادي بتاعه. اه كابتن محمود الحقيقه لا خلينا بعد البطوله، انا بقول انا عندي يعني خلينا ننتظر لما بعد البطوله، وبرغم كده هنستنى لبعد البطوله. لكن مثلا في بعض الاسماء ما كنتش ينفع تتجاهلها، اسم محمد شرقيه، محمد حمدي، ميسي، في مجموعه كده من الاسماء ما كنتش ينفع المفروض تتجاهلها، لازم تكون موجوده كلها دول معاك باسباب، خصوصا كان عندي الاسباب وعندي المستندات. خصوصا يا كابتن ان انت القايمه الكافخه لها لك 26 لاعب، فكانت سهل جدا ان انت تجيب 2 لعيبه دول، القايمه ما بقتش 23 زي ما بقت 26، فانت عندك مساحه ان انت تاخد لعيبه معينه. لكن احنا برضو برغم كده احنا سبورت للجهاز الفني المنتخب، سبورت للمنتخب كله، لحد ان شاء الله باذن الله على الاقل مش هنقول طموح البطوله ان احنا نروح كاس العالم، وطبعا طمعانين في البطوله، بس خلينا المرحله الاولى كاس العالم نتاهل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب. انا بشكرك جدا والحمد لله على السلامه يا استاذ محمود. شكرا جزيلا للاستاذ محمود صبري، شكرا جزيلا للاستاذ عبد الحكيم على وجودك معانا. شكرا جزيلا، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، غدا ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير.